اشتكى عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية الواقعة بالقرب من مجمع الأغوار الجنوبي في إربد من غياب الخدمات الأساسية البسيطة كالمظلات التي تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء. وعبر مواطنون عن استيائهم من غياب الصيانة للمجمع الذي يخدم عددا كبيرا من القرى غرب مدينة إربد. كما أشار المواطنون إلى أن المجمع يعاني من الازدحام بالسيارات الخصوصية التي تزاحم خطوط النقل العام، كما ينتشر الباعة المتجولون بشكل كبير داخل المجمع دون وجود أي رقابة. منعاني من عدم الخدمات بالمجمع نهائيا، ولا في أي نوع من الخدمات، لا بشير النفايات ولا المجمع المزفت ولا المجمع مرتب. منعاني في شكوخ شرطة بيجونا زعران المساء، بنتمشكل معهم، بنواجه مشاكل معهم. دورات مياه سيئة جدا، لا تصلح أنك تقضي فيها حاجة، لا تصلح نهائيا. مشكلتنا هون موقف ترفيه سعر فلسطين موجود بمجمع الغور القديم. مجمع الغور القديم دائما ملان سيارات خصوصية، هذه أكبر مشكلة بنواجهها. بعدين المطبات بده زفتة، المجمع بده زفتة، ما فيش فيه تنظيم، بدنا تنظيم بس أكثر من